الباب الثلاثون وثلاثمائة. باب كراهة تسمية العنب كرما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسموا العنب الكرم، فإن الكرم المسلم. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية: فإنما الكرم قلب المؤمن. وفي رواية للبخاري ومسلم: يقولون الكرم، إنما الكرم قلب المؤمن. وعوائل بن حجر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا الكرم، ولكن قولوا العنب والحبلة. رواه مسلم. وعوائل بن حجر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا الكرم، ولكن قولوا العنب والحبلة. رواه مسلم. الحبلة بفتح الحاء والباء، ويقال أيضا بإسكان الباء.